استقبل الفريق احمد خليفه رئيس اركان حرب القوات المسلحه قائد القوات البريه الايطاليه والوفد العسكري المرافق له بالقاهره واكد الجانبان ضروره تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق الامن والاستقرار لمصالح مصر وايطاليا المشتركه في مواجهه التحديات الاقليميه والدوليه الراهنه التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق من مازلو قائد القوات البرية الإيطالية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. من جانبه أكد قائد القوات البرية الإيطالية على حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قاده القوات المسلحه لكلا البلدين